بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مادة تصاميم الخرسانة المسلحة. تعلمنا بالمحاضرات السابقة كيفية تحليل الأعتاب الخرسانية المستطيلة منفردة التسليح، وخذنا أمثلة وخذنا هومورك على كيفية تحليلها. أتمنى أنه تكونون حليتوا الهومورك، وإذا كان لديكم أي استفسار أو أي سؤال الاتصال بنا من خلال قناة التليجرام. اليوم راح نستمر بموضوع تحليل وتصميم الأعتاب الخرسانية المستطيلة منفردة التسليح، لكنه قبل ما ننتقل إلى موضوع التصميم راح نتعرف على بعض الأشياء أو نتعرف على بعض المحددات اللي وضعنا إياها الكود. واحدة من الأشياء المهمة اللي لازم نتعرف عليها هي بداية ونهاية المحاضرة اللي هي بصفحة 9 اللي هي البالانس ترين كونديشن، أو حالة البالانس اللي يصير بالبيم. شنو هاي؟ شنو يعني البالانس ترين كونديشن؟ احنا لما عندنا بيم مستطيل مثل هذا البيم، هذا البيم المستطيل اللي عرضه بي وعمق الفعال دي، هذا لما نسلط عليه أحمال طبعا راح يصير بيه انفعالات، صح لو مو صح؟ راح يصير بيه انفعالات مثل هاي الانفعالات اللي مرسومة بهذا المخطط. الانفعال أكبر انفعال يصير بالخرسانة هو 0.003 حسب الكود، حسب ما قلنا أكثر من مرة. والانفعال هنا عادة كنا نرمز له بالرمز E sub T. E sub T. طبعا هو الانفعال يبدأ لما ماكو لود، الانفعال هو صفر بالحديد، صح لو مو صح؟ حتى بالخرسانة صفر، لكنه بالازدياد يوصل إلى مديات معينة. لكن باللحظة اللي يكون بها الانفعال بالكونكريت هو 0.003، والانفعال بالحديد بمنطقة الشد، الانفعال هذا هنا، هذا الانفعال اللي هو عادة احنا رمزنا لأبسلون تي، لما هذا الأبسلون تي يوصل بالضبط للأبسلون واي، يوصل للأبسلون واي، يعني لما الانفعال بحديد التسليح يوصل للخضوع، بنفس الوقت الانفعال بالخرسانة يوصل إلى شنو؟ إلى حدود القصوى اللي هي 0.003. هاي الحالة نسميها البالانس كونديشن، نسميها البالانس كونديشن أو حالة التوازن. لما حديد التسليح والكونكريت اثنيناتهم يوصلن إلى فد حدود معينة بنفس اللحظة، شنو هاي الحدود؟ إنه الانفعال بالكونكريت تكون قيمته 0.003، والانفعال بالحديد يوصل إلى مرحلة الخضوع. زين، فهاي الحالة نسميها حالة البالانس كونديشن. طيب هاي فرضا شنو اللي صار وإذا وصل الحديد والكونكريت وصلا إلى هاي الانفعالات؟ أنا ليش أريد أدرس هذا الشيء؟ السبب أنه هذا الحد اللي إحنا نحاول أنه خلينا نقول نتعرف عليه وندرسه، هذا مهم بدراستنا. راح نشوف بعد شويه اكو فد اسباب ليش ندرسه. فاحنا شو راح نسوي هسه؟ كانما راح نجي نشتاق معادله، راح نجي نشتاق معادله. هاي المعادله من خلالها نقدر نحسب ايش قد كميه حديد التسليح اللي احطها بالمقطع حتى هذا المقطع يصير بحاله بالانس. يجد كمية حديد التسليح اللي أحطها بالمقطع حتى هذا المقطع يكون بحالة بالانس. طيب هاي الكمية حديد التسليح اللي تخلي المقطع بحالة بالانس، هاي كم فشيء مرغوب لو ما مرغوب؟ هسه نشوف أيضا من خلال الاشتقاق اللي راح نسوي. فإحنا ما راح نسوي شيء جديد، كل ما هنالك أنه راح خذنا هذا، قلنا البيم، هذا البيم اللي هو عرضه بي وارتفاع عمق الفعال دي، رسمنا له سترين دايجرام، خلينا الانفعال بالكونكريت 0.003، الانفعال بحديد التسليح وصلنا للخضوع، يعني مو كان ابسلون تي حطينا ابسلون واي. زين، ورسمنا الستريس دايجرام، ستريس دايجرام نفسه تماما نفسه. زين، بس طبعا ما انه احنا بحاله بالانس، فهذا السي مثلا هنا احنا المقصود هو سي بالانس، هذا الاي مقصود اي بالانس، يعني الاي اللي يسوي حاله بالانس او السي اللي يسوي حاله بالانس. اجينا من تشابه المثلثات، اجينا لهذا المخطط مال السترين دايجرام، دائما هاي احنا نسويها من تشابه المثلثات. هنا ايش قلنا؟ قلنا انه نسبه السي الى الدي، هنا نشوف
من الشكل. السي إلى الدي هي كالنسبة بين هي كالنسبة بين ال كالنسبة بين ال الأبسلون سي إلى أبسلون سي بلس أبسلون واي. هذا اللي سويناه هنا، يعني كل ما هنالك سويناه هو تشابه مثلثات. هنا كل ما هنالك سوينا تشابه مثلثات، قلنا سي إلى دي هو كالنسبة بين أبسلون سي إلى أبسلون سي زائد أبسلون واي من هذا من هذا الشكل. جينا من هذا حسبنا السي، السي هي تساوي أبسلون سي على أبسلون سي زائد أبسلون واي في الدي. هاي سميناها معادلة واحد. من خلال هاي المعادلة، من خلال تشابه المثلثات، أقدر أجي أحسب موقع النيوترال أكسس. الدور جيت من الإيكوليبريوم، يعني شنو جيت لهذا الستريس دايجرام، كأنما سوي summation f x equal to zero، فالT هنا يساوي لنا C، أو C هنا نفس الشيء تساوي لنا شنو T. C شنو مثل ما تعلمنا سابقا هي 0.85 of برايم C في الـ A في الـ B. T هو شنو؟ هو AS balance في الـ FY. يعني هاي اللي أنا دا أحسبه شنو؟ كأنما كمية حديد التسليح اللي يسوي لي البالانس، فحطيت هنا حرف B، ما قلت AS في الـ FY، قلت AS balance في الـ FY. على كل حال جيت هنا انا قلت من الاكوليبريوم هذا السي يساوي لنا التي، هنا انا جيت قلت هذا السي يساوي لنا التي، السي هو 0.85 اف برايم سي في البي، التي هو اي اس بالانس في الاف واي. هاي المعادله قسمتها على بي في الدي، قسمتها على بي في الدي ورتبتها، فصارت 0.85 اف برايم سي اي ديفايدد باي دي ايكوال تو اي اس بالانس بي ديفايدد باي دي تايمز اف واي. زين يعني هسه الان اجيت عرفت فتشي اسمه تذكرون الرو. احنا الرو قلنا الرو اللي هي نسبه حديد التسليح في المقطع، قلنا الرو هي اي اس في الرو هي الاي اس في الاف واي. تمام، فهاي الرو قلنا هي نسبه حديد التسليح في المقطع، وعاده تعريفها هي مساحه حديد التسليح مقسوما على المساحه الفعاله في المقطع. فالرو هي اي اس تقسيم AS تقسيم B times D. بما أنه إحنا بدنا نتكلم عن البالانس، فالرو مكان ما الرو الاعتيادية راح نقول رو بالانس، راح نحط حرف B من الرو، يعني كأنما نسبة حديد التسليح اللي تخلي للمقطع بحالة بالانس. شو تساوينا؟ تساوينا إيريس دي البالانس على البي في الدي. الA هو بيتا 1 في C مثل ما تعلمنا سابقا. اجينا راح نجي نعوض عن كل اي اس تقسيم بي في الدي، راح نعوض عنها برو بالانس، ونعوض عن الاي بيتا 1 في السي. فرجعنا هنا بالمعادله مره ثانيه، نفس هاي المعادله، عوضنا مكان اي هنا حطينا بيتا 1 في السي، ومكان الاي اس اي اس بالانس تقسيم بي في الدي حطينا الرو بالانس. رجعنا هاي المعادله نفسها كتبناها بدلاله الرو بالانس، طلعت عندنا الرو بالانس تساوي 0.85 اف برايم سي ديفايدد باي اف واي بيتا 1 سي ديفايدد باي دي. هسه هاي المعادلة واحد اللي بيها السي، هاي المعادلة واحد اللي قبل شوية احنا اشتقيناها، هاي راح نجي نعوضها بهاي المعادلة. هاي المعادلة راح نجي نعوضها، يعني مكان سي هنا، هاي السي هنا راح شنو؟ راح نحط قيمتها بالمعادلة السابقة. لما نعوضنا قيمتها حصلنا على هاي المعادلة اللي تقول انه الرو بالانس يساوي 0.85 بيتا 1 اف برايم سي تقسيم اف واي epsilon c divided by epsilon c plus epsilon y. لكنه احنا ما ننسى انه الابسلون سي هي 0.003، والابسلون واي هي اف واي divided by es، الاي اس اللي هي 200000 ميجا باسكال معامل مرونه الحديد. فاذا جينا عوضنا مكان اي سب سي هنا عوضنا 0.003، ومكان الابسلون واي هنا عوضنا اف واي divided by 200000 ميجا باسكال، راح نحصل المعادله هذه بشكلها النهائي اللي تكلمنا عن قيمة الرو بالانس. فالرو بالانس أو كمية حديد التسليح اللي تخلي للمقطع في حالة بالانس تساوي 0.85 بيتا 1 اف برايم سي ديفايد باي اف واي تايمز 600 على 600 زائدا الاف واي. شوف هاي المعادلة خالية من أبعاد المقطع، ما بها أبعاد المقطع ما تأثر. الشيء الوحيد اللي يأثر بالقيمة الاف برايم بالقيمة الرو بالانس هو الاف برايم سي والاف واي فقط. زين تلاحظ، فهنا
يعني أنا هنا كأنما اشتقيت معادلة، هاي المعادلة من خلالها لأي مقطع خرساني مستطيل منفرد التسليح راح أعرف شقد كمية حديد التسليح اللي لو أسلح هذا المقطع بيها هذا المقطع يصير في حالة بالانس. شوي رجاء الانتباه لهاي شوية نقطة مهمة، من هاي المعادلة راح أعرف شقد نسبة حديد التسليح أو كمية حديد التسليح اللي تخلي لي هذا المقطع في حالة بالانس. طيب شنو الفائدة من هذا؟ وإذا عرفت كمية حديد التسليح اللي تكون بحالة بالانس، هل هي نسبة جيدة أو لازم أحط أكثر منها أو لازم أحط أقل من عدها؟ هسه راح نشوف بعد دقائق هذا الشيء، وراح نعرف أنه إحنا من نرغب أنه نحط كمية حديد تسليح بالمقطع تعادل الرو بالانس، بل دائما نميل أن نجعل كمية حديد التسليح أو نسبة حديد التسليح بالمقطع تكون أقل من الرو بالانس. وراح نشوف شنو هي الأسباب اللي تخلينا نحط حديد أقل من الرو بالانس. لما يكون المقطع اللي عندنا كمية حديد التسليح اللي بيشوف هاي رو، هاي هنا هاي رو، هاي تعني كمية حديد التسليح أو نسبة حديد التسليح الموجودة فعلا بالمقطع اللي احنا مجهزيها. عشان هاي الأمثلة اللي خذناها سابقا مثلا 4 أبو الإنج 3 أبو الإنج كمية حديد التسليح اللي احنا حاطيها، هاي لما تكون كمية حديد التسليح اللي احنا حاطيها تكون أقل من الرو بالانس. يعني مثلا حسبت الرو بالانس طلعت لي فرضا 0.02، فرضا طلعت لي 0.02، جيت حسبت الرو اللي انا فعلا مجهزها لقيت انه انا حاط 0.015 او 0.01، على كل حال هي دا اقل من الرو بالانس. فهنا هذا المقطع اللي تكون به الرو اقل من الرو بالانس، هذا this section is called under reinforced sections. هاي مهمة شوية، هذا المقطع يسموه under reinforced section. under reinforced section و this type، هنقرأ هاي this type of sections have less steel than required to create the balance condition. هذه المقاطع تحتوي على كمية حديد تسليح أقل من كمية حديد التسليح التي تؤدي إلى حصول البالانس. This is a preferable. هذا مفضل في المقاطع الخرسانية. Because steel will yield before concrete. شوف خلنا هسه هاي نجي شوية نشرحها. احنا لما تكون كمية حديد التسليح اللي عندنا مو هواية، شوف عكس اللي تتوقعه أو عكس النظرية أو عكس اللي يفهمه الناس. لما تكون كمية حديد التسليح اللي عندك مو كبيرة بالمقطع، تكون أقل من الرو بالانس، فهذا المقطع احنا سميناه under reinforced section. وهذا تكون به كمية حديد التسليح أقل من كمية الحديد التسليح اللي يسوي لي حالة البالانس. وهذا النوع من التسليح أو هذا النوع من التصميم هو التصميم المفضل للمقاطع الخرسانية. ليش؟ لأنه الحديد اللي راح يصير أنه الحديد steel will yield before concrete، كأنما أنه الحديد راح يخضع يوصل للخضوع قبل الكونكريت. طبعا أوكي، هسه تكلمت بطريقة خلينا نقول طريقة علمية وطريقة جافة، خلي هسه نفس هذا أعيده بطريقة تكون سلسة أكثر. شوف يعني لما يكون عندنا المقطع بحديد تسليح، هو مقطع كونكريت بحديد تسليح، وهذا الحديد التسليح يكون under reinforcement، يعني قلنا شنو الرول بي أقل من الرو بالانس، فش راح يصير بالمقطع لما أسلط أحمال على البيم مالتي؟ بزيادة الأحمال اللي راح يصير، راح يصير انفعالات بالحديد وراح يصير انفعالات بالكونكريت. فاللي راح يصير لما يكون المقطع under reinforcement، الحديد راح يوصل للخضوع، يعني يوصل إلى مرحلة اليلد قبل ما الكونكريت يوصل لإجهاداته أو انفعالاته القصوى. فبالتالي الحديد بطبيعته هو مادة مطاوعة، لما يوصل للخضوع راح يصير هو المادة يسموها مادة دكتايل. فاللي راح يصير أنه الحديد راح يخضع، كأنما الحديد راح شوية ينزل أو شوية يطم الروحة. فمثلا البيم شو راح يصير؟ بيصير بيه ديفلكشن واضح، ف
فهذا الديفليكشن من يصير بالبيم كانما راح يعطيك لك كساكن في البنايه او كشاغل للبنايه، راح يعطيك وورنينج، راح يعطيك تحذير انه اكو احمال هواي على هذا البيم، وهذا البيم لازم مثلا نصلحه، لازم مثلا نسنده، لازم مثلا نطلع من البنايه. فهذا النوع من التسليح احنا نرغب له لانه يعطينا وورنينج، يعطينا تحذير، ما يصير به فشل، عفوا ما يصير به الفشل بطريقه مفاجئه. خوش. فهاي هي الحاله قلنا اسمها حاله الاندر رينفورسمنت، لما الرو تكون اقل من الرو بالانس. طيب لما تكون الرو اكبر من الرو بالانس، وين رو مور ذان رو بالانس، شو يصير؟ هذا السكشن نسميه اوفر رينفورس سكشن، اوفر رينفورسد سكشن، اوفر رينفورس سكشن. وهذا this type of sections have more steel, have more steel than required to create the balance condition. هذا بأكثر من الحديد اللي يسوينا البالانس كونديشن. This is not a preferable since will case concrete a crash suddenly without warning before that steel reach its sealed point. يعني شنو؟ نفس اللي شرحناه قبل شوية لكنه بالعكس. بهالحالة اللي راح يصير انه حديد التسليح ما راح يوصل للخضوع، والكونكريت يوصل الى مديات الانفعال القصوى مالته، ويفشل الكونكريت قبل الحديد. ولما يفشل الكونكريت مثل ما تعرفون انه الكونكريت هو ماده قصيفه، هو ماده بريتل، فطبيعه الفشل اللي راح تكون بيها هي فشل مفاجئ. فراح البيم عندنا راح يفشل بشكل مفاجئ بدون ان ينطينا تحذير. شوف شلون هاي القضيه تعرفنا فد شيء او فد مفهوم يختلف عن المفهوم اللي الناس متعارف عليه نقول بالحياة العامة، انه هنا لما نزود كمية حديد التسليح، لما نحط حديد هواية بحيث انه نعبر الرو بالانس او نعبر الرو ماكسيموم، بس نشوف هذا راح يسوينا انه يصير المقطع اللي عندنا اوفر رينفورس سكشن، وراح المقطع يفشل بشكل مفاجئ بدون تحذير، وهذا هو شيء غير مفضل للمصممين. اوكي طيب، هسه احنا كمصممين الآن بعد هذا المقدمة، الآن إحنا نرغب بالمقطع مالتنا يكون under reinforcement لو يكون over reinforcement. بالتأكيد نحن نريد مقطعنا يكون under reinforcement، ويكون مقطعنا الرو اللي بي أقل من الرو balance، وكذلك نريد يعني نضمن أنه يكون الفشل اللي عندنا ductile failure يسموه، يعني فشل مع تحذير. أوكي طيب، فهنا نقول to ensure under reinforced section ال ACI بالفقرة 9.3.3 established a minimum net tensile strain. الكود قال لما تريد تصمم، هاي شوية ملاحظة مهمة، لما تريد تصمم فد مقطع مستطيل منفرد التسليح لازم تضمن انه النت تنسايل سترين او الابسيلون تي او الانفعال الحديد في منطقه الشد يكون اكبر من او يساوي ابسيلون واي بلس 0.003. اوكي يكون اكبر من او يساوي ابسيلون واي بلس 0.003. طبعا هذا هو موجود بالفقره 933 ار 933 بالكود، وكذلك موجود بالفقره 21.2.2. حتى نضمن هذا الدكتايل فيلير لازم نكون عندنا الانفعال في حديد التسليح في منطقة الشد قيمته تكون epsilon y plus 0.003. يعني إذا احنا عندنا مثلا إذا كان عندنا حديد الاف واي مالته 420 صح، فهنا نكون الانفعال بمنطقة الشد يصير هنا الابسلون واي جد مات ال 420، إذا يعني انتم شوية متابعين ويانا هو 420 تقسيم 200,000 تقريبا 0.002، زين 0.002 بلس 0.003 يصير 0.005. يعني انفعال احنا اذا نريد نصمم مقطع حديد مقطع كونكريتي منفرد التسليح، فلازم يكون انفعال حديد التسليح بمنطقه الشد اكبر من او يساوي 0.005 اذا كان قيمه الاف واي عندنا 420 ميجا باسكال. وهسه راح يعني يعني خلينا نقول كإعادة عملية لهذا الشرح اللي شفناه، راح أراويكم هسه فيديو لبيم
مستطيل منفرد التسليح احنا فحصناه بالولايات المتحده قبل اعتقد قبل 3 سنوات، فاحصين هذا البيم. هذا البيم مسلحيه اندر رينفورسمنت، وراح تشوفون شلون طريقه الفيلير اللي صار بيه شلون كانت دكتاير. البيم هو هذا مثل ما تشوفوه قدامكم، وراح ان شاء الله. Is it moving? Okay. لاحظ الكراك اللي صار، شوف الكراك اللي صار بيعطينا تحذير. Yes, start to cracking it. There's like about like tons of them. Well, yeah. Yeah, you can see that. It's like one little. Now. See that? That's fine. لاحظ شلون الكراك جاي يتطور مع طبعا احنا نزود اللود، هسه نزود اللود شوف ده يصير ديفليكشن وده يكبر الكراك، شوف ده بدا يتكسر الكونكريت. فهذا نوع من الفشل سميناه شنو؟ دكتايل فيلير، ده يعطينا تحذير قبل ما يفشل، ما جاي يفشل بشكل مفاجئ لانه هو مسلح شنو مسلحيه اندر رينفورس. شفت شلون؟ هذا تقريبا وصل الى مرحله الفشل تقريبا. على كل حال نرجع لمحاضرتنا مره ثانيه. فدائما احنا مره ثالثه نعيدها او مره رابعه نعيدها، دائما نميل الى انه يكون تسليحنا هو اندر رينفورسمنت. طيب شلون نضمن انه يكون التسليح مالتنا اندر رينفورسمنت؟ نضمن هذا من خلال انه نخلي الانفعال بحديد التسليح في منطقة الشد يكون قيمته هي EY زائدا 0.003، EY زائدا 0.003. طبعا هاي جديدة، قلنا احنا على الكود 2019 كانت بالسابق انه الابسلون تي اكبر من او يساوي، كانت بالكود 2014 0.004 صراحة. الان تغيرت صارت ابسلون تي اكبر من او يساوي ابسلون واي بلس 0.003. اوكي this limitation is required by the ACI 318 to ensure that the section is to the section be tension controlled. طيب هاي تكلمنا عليه زين. هسه الان بهالحاله انا فهمت انه المقطع مالتي هو لازم tension control ولازم انه يكون under reinforced. زين انا هذا شلون اضمنه؟ شلون اضمن انه المقطع مالتي يكون تنشن كنترول؟ طبعا نضمن هذا من خلال احتساب فد معادله، هاي المعادله نسميها الماكسيمم رينفورسمنت ريشيو. ماكسيمم رينفورسمنت ريشيو يعني كانما هاي من هاي الفقره راح اجي احسب كميه حديد التسليح او احسب الرو، اما اريا ستيل او رو، اكبر رو اقدر احطها بالمقطع بحيث انه المقطع شبيه يظل under reinforcement. اكبر كميه حديد تسليح اقدر احطها بالمقطع بحيث انه المقطع يظل under reinforcement وبنفس الوقت يظل tension controlled. طبعا اذا tension controlled جت قيمه الفاي، قيمه reduction factor ذكروها من ذيك المحاضره قيمتها 0.9، فاي تساوي 0.9 لما نحسب الكاباسيتي مالت السكشن ذكرون. على كل حال اللي راح اسويه هسه مره ثانيه انه راح اجي اشتق معادله، هاي المعادلة من خلالها أحسب إيش قد أكبر كمية حديد تسليح أقدر أحطها بالمقطع بحيث يكون هذا المقطع under reinforcement وتكون رو بي يكون أقل من أو يساوي فدرو، راح أسميها رو ماكس. خوش هاي فدرو راح أجي أشتقها بعد شوية، هاي هنا أنا أسميها شنو؟ الرو ماكس. هاي الرو شنو تعريفها؟ هاي أكبر كمية حديد تسليح ممكن أنه نخليها بالمقطع بحيث أنه المقطع يظل under reinforcement يعني يعطينا warning قبل الفشل. طبعا ما راح نسوي شيء جديد، نفس الشيء اللي سويناه، جينا اخذنا هذا البيم مالتنا سنجل reinforcement، رسمنا السترين دايجرام، قلنا هذا ابسلون تي هنا، هذا ابسلون سي هنا، وجينا سوينا تشابه مثلثات وجينا اشتقينا رو. بالضبط هاي الرو هي بالضبط نفس الاشتقاق هذا اللي من السابق.
خوش، لكنه هنا مو كان ابسلون، هنا مو كان ابسلون واي، شنو صارت ابسلون تي. هاي الابسلون تي قلنا حتى نضمن، حتى نضمن انه هذا المقطع يكون تنشن كنترول، حتى نضمن انه هذا المقطع يكون تنشن كنترول، حسب الكود الامريكي يقول انه هاي ابسلون تي نعوضها بابسلون واي بلس بوينت او او 3. اوكي، فلما نجينا عوضنا، لما نجينا اخذنا هاي القيمه عوضناها هنا، لقينا انه الرو ماكس اللي طلعت لنا هي هاي، الرو ماكس اللي طلعت لنا هي هاي، انه الرو ماكس هي 0.85 بيتا 1 اف برايم سي على اف واي 600 على 1200 زائدا اف واي. زين عيني، سواء تقريبا نفس الخطوات السابقه، عدا انه الابسلون تي عوضنا هناك، عوضناها ابسلون واي، هنا عوضناها ابسلون واي بلس 0.003. على كل حال اجينا اشتقينا هاي المعادله اللي هي معادله الرو ماكس. هاي معادله الرو ماكس او هاي قيمه الرو ماكس شنو تعريفها مره ثانيه؟ هي اكبر كميه حديد تسليح ممكن ان نضعها بالمقطع بحيث نضمن انه هذا المقطع يكون تنشن كنترول. شنو يعني تنشن كنترول؟ يعني اولا انه يكون يكون اندر رينفورسمنت، يعني يعطينا تحذير قبل ما يفشل. ثانيا قيمه الريدكشن فاكتور مالته تكون شنو؟ 0.9. زين عيني، اتمنى انه تكون واضحه، واذا كانت مو واضحه رجاء حاولوا انه تسالوني بها او تقروها مره ثانيه وتستفسرون. على كل حال هسه راح نجي شوي فد مثال بسيط، انه نريد نعرف ايش قد اذا عندنا مثلا، شوف انه الروماكس هنا تعتمد على شنو؟ بس اف برايم سي واف واي، ذاتس ات. يعني المقطع ما له اي دور هنا، او ابعاد المقطع ما تلعب دور كبير هنا باحتساب كميه الروماكس. فإذا كان عندنا 4 F برايم C 28، إذا عندنا F برايم C قيمتها 28، فش قد الرو ماكس لثلاث أشكال من الحديد؟ لما تكون الـ FY 420، لما تكون الـ FY 550، لما تكون الـ FY 690. قلنا الـ 550 والـ 690 هو أنواع حديد جديدة ظهرت بالكود 2019. فلما تكون الـ FY 420، فالرو ماكس إذا أطبق المعادلة هاي يطلع قيمتها 0.0174. لما الاف واي 550 فالرو ماكس شو يصير بيه؟ شوف انه كل ما تزيد الاف واي الرو ماكس تقل، كل ما تزيد الاف واي الرو ماكس تقل. فلما الاف واي 550 فالرو ماكس صارت 0.0126، لما الاف واي صارت 690 الرو ماكس صارت 0.0093. بحيث انه الرو ماكس هنا كانما نسبه، بس مجرد نريد نعرف انه شنو الفروقات اللي صارت بين الاف واي 420 والاف واي 550 والاف واي 690. شوف نلاحظ انه الرو ماكس مات ال 420 نسبة الى الرو ماكس ال 550 زيادة كانما شنو 1.41 تقريبا 41% اكو صار زيادة لما الاف واي الافواي اخذناها 420. نفس الشيء لما نقارن 420 و 690 الاقي انه الزياده تقريبا 91%، يعني الزياده تقريبا صارت ضعف بالمعادله. زين عيني؟ طيب مثل ما اكو خلينا نقول حد لاكبر كميه حديد تسليح ممكن احطها بالمقطع ماكسيموم رينفورسمنت ريشيو، الكود الامريكي كذلك اكو تحديد لاقل كميه حديد تسليح لازم توفرها بالمقطع، اسمها المينيمم اريا اوف رينفورسمنت، مينيمم اريا اوف رينفورسمنت. هاي كميه حديد تسليح، هي اقل كميه حديد تسليح ممكن احطها بالمقطع حتى المقطع ايضا ما يصير بي شنو؟ ما يصير بي سادن فيلير، ايضا ما يصير بي سادن فيلير. ايضا اذا كانت كميه حديد التسليح قليله جدا بالمقطع، هذا المقطع راح يصير انه راح الاجهاد ربما بحديد التسليح يوصل الى حدود القصوى قبل ما يصير كراك بالمقطع. فلما يصير كراك بالمقطع يبدا يصير الكراك والحديد باجهاد عالي، فراح يصير ايضا شنو؟ فد حاله من السادن فيلير. فموجب هذا الكود بالفقره 961 بالصفحه 135 راح اراويكم اياها بالكود افضل. هذه اياها الفقره اي لا مو هاي 96 كانت 961 30 F1 هنا هاي
هاي الفقرة بالكود اللي هي 9612 اللي تتكلم عن أقل كمية حديد تسليح ممكن أوفرها بالمقطع. لا بأس إنه الكود تطلعون عليه، إحنا الكود أرسلنا لكم إياه. ويا ريت تقروا، طبعا القراءة تكون عمودية، أكو عمودين تقرأ فقط هذا العمود، هذا العمود الثاني هو شرح لهذا العمود الأول. فهنا خلينا نقراها من الكود مباشرة. الـ AS minimum shall be the greater of A and B except as provided in 9613 for statically determined beam with a flange intention. The value of BW shall be the smaller of BF and 2B web. The value of FY shall be limited to a maximum of 550 megapascal. إنه هنا صارك تحديد للـ FY، هاي جديدة أيضا بالكود 2019. على كل حال شوية هنا خلينا نقول الكتابة بطريقة جافة، راح أرجع المحاضرة شوية خلينا نوضحها بطريقة بكت تكون أسهل لكم. نعم، فحسب الكود الأمريكي أقل كمية حديد تسليح ممكن أنه نوفرها بالمقطع قيمتها هي AS minimum مثل ما تلاحظون، أو الرو مينيموم، ممكن نكتبها AS ممكن نكتبها رو براحتك. على كل حال راح اكتبها مثل الكود. الـ AS minimum هي 0.25 square root f prime c divided by fy times b web في d. And it shall be more than or greater than 1.4 divided by fy times b web times d. Okay. على كل حال اكبر او اقل كمية حديد تسليح ممكن ان توفر في المقطع يجب ان تزيد عن 0.25 جذر f prime c على fy في البي ويب في الدي على أن يكون هذا أكبر من 1.4 divided by FY في البي ويب في الدي. أوكي؟ يعني كنا ماذا معادلتين، هاي معادلة على معادلة هاي على اليمين وهاي معادلة على اليسار. ذني نحسب الـ AS minimum من ذني المعادلتين ونختار الأكبر، نقول هو هذا أقل كمية حديد تسليح ممكن أن يوفرها بالمقطع. يعني شنو؟ مثلا أنا جيت صممت وطلعت لي كمية حديد تسليح اللي محتاجها، فرضا طلعت لي خلينا نقول 500 مليمتر مربع. 500 مليمتر مربع. اجيت لهاي المعادله، فرضا هاي المعادله هي نفسها هاي، اجيت حسبت اقل كميه حديد تسليح طلعت لي هنا 700 مليمتر مربع. هذا شنو معناته؟ معناته انه انا مجهز المقطع بحديد اقل من اللي يتطلبه الكود، فبالتالي لازم اقول لا، هذا المقطع ما اصممه على 500 مليمتر مربع، لازم اصممه على شنو؟ اصممه على 700 مليمتر مربع. اوكي، إن شاء الله تكون واضحة. هاي المعادلة ما نحتاج إنه ندققها، إذا كان هنا شوف هاي الملاحظة، إذا كان كمية الحديد المجهزة هي 4/3 من كمية الحديد المطلوبة. يعني شنو؟ مثلا أنا كمية الحديد اللي المجهزة اللي عندي خلينا نقول اللي طلعت لي هاي الريكوايرد، كأنما هاي موكاي كناي الريكوايرد، كأنما هاي طلعت لي من التصميم. من التصميم بعدنا ما أخذنا، بس فرضا هي هاي طلعت لي من التصميم، كمية حديد التسليح اللي طلعت لي من التصميم 1000 مليمتر مربع فرضا، اللي أحتاجه شنو؟ 1000. أنا من جيت صممت قلت يا براح أحط 1500 أو 1400 بحيث أنه أكثر من شنو؟ أكثر من 4/3. يعني المجهزة هاي المجهزة AS provided، هاي شنو معناته؟ المجهزة الفعلية، كمية حديد التسليح اللي جهزناها فعلا يسموها AS provided. فهاي AS provided لو فرضا أنا جهزت 1500، ال 1500 هي شنو؟ هي أكبر من 4/3 في 1000 اللي أنا مطلوب، صح لو مو صح؟ فبالتالي إذا هذا تحقق عندي الشرط ماكو داعي إنه شنو؟ إنه أشيك هاي بعد، ماكو داعي إنه أشيك هاي حتى وإن كان طلع أقل من هاي. أوكي؟ أتمنى تكون واضحة. طيب هنا أيضا أكو عندنا فد ملاحظة ثانية، إنه تقول for statically determined beam with a flange intention like cantilevers, the value of B web shall be smaller of B flange or 2B web. يعني شنو؟ لما يكون عندنا cantilever beam، طالع هذا الكانتليفر أحسب للرو مينيموم، مو كان هاي البي ويب اللي هنا بالمعادلة، هاي البي ويب اللي بهاي المعادلة، أو هاي البي ويب بهاي المعادلة، ما أجي أحطها بي ويب مباشرة، أما أضربها في اثنين، أما أحط اثنين ويب، أو أستخدم هاي البي فلانج. هاي البي فلانج بعدكم أنتم ما أخذها، أيضا من ناخذها راح تتعرفون عليه. فبس مجرد هالسقرونا هاي المُلاحظة، يعني بالمستقبل راح تفهموها بشكل أوضح إن شاء الله. هنا أيضا شنو
الملاحظة قلنا الجديدة هاي بالكود 2019 إنه the value of FY shall be limited to a maximum of 550 ميجا باسكال. لازم نحط يعني هاي نحدد إنه الماكسيموم FY لازم يتحدد ب 550 ميجا باسكال بالنسبة للمعادلات أعلاها. أعتقد هذا الشرط اللي وضعه بسبب قلة التجارب بأنواع الجديدة من حديد التسليح. يعني هذا 690 هنا يقول لك هذا ما مسموح أو ما يشتغل على هاي المعادلات غالبا بسبب قلة التجارب. أعتقد بالنسخ القادمة من الكود أيضا هاي القضية راح تتغير. زين طيب هسه احنا عرفنا فتشي هاي الملاحظة نقول الأخيرة بالشرح مالتنا انه عرفنا انه اكو عندنا فتشي اسمه الرو مينيموم اكو شيء اسمه الرو ماكسيموم. الرو اللي احنا لازم نحطها بالمقطع هاي يعني الخلاصة اللي حكيناها انه الرو هاي الرو هاي اللي لازم احنا نحطها بالمقطع او كمية حديد التسليح اللي لازم نجهزها للمقطع هي لازم تكون اكبر من او تساوي الرو مينيموم واقل من او تساوي الرو ماكسيموم. هذا الشرط شنو حتى نتجنب الصادن فيلير او الفشل المفاجئ بالابنيه. طيب هسه نجي شنو هذا اللي شرحناه ناخذه بمثال توضيحي. هذا المثال التوضيحي انه احنا عندنا مقطع مستطيل منفرد التسليح مسلحيه بطبقتين كل طبقتين من حيث التسليح. اذا تشوف هنا شيشين وهنا شيشين ابو الانج 4 نمبر 25 يعني 4 شاش كل شيش قطره 25 ملم. هذا البيم عرضه 250 ملم وعمق الفعال 380 ملم. فالسؤال اذا نقراه يقول for the rectangular section shown in figure calculate the following. احسب ما يلي. اولا the balanced reinforcement ratio هذا المقطع ايش قد البالانس reinforcement ratio مالته. ثانيا verify the section if it's over or under reinforcement and if this state is preferable or not. المطلب الثاني انه شوف ان هذا المقطع هذا هو over reinforcement لو under reinforcement وبين لنا انه هاي الحاله اللي بيها هذا المقطع مرغوبه ام غير مرغوبه. الشيء الثالث او المطلب الثالث check the steel reinforcement limitation with the requirement of the ACI 318. check ان الرو اللي موجوده بهذا المقطع هل هي أكبر من الرو مينيموم وأقل من الرو ماكسيموم أم لا؟ ورابعاً هذا راح نخليه هوم وورك لكم إن شاء الله إنه أحسب لنا الكاباسيتي أوف ذا سكشن، أحسب لنا إيش قد كاباسيتي أكو عندنا بهذا المقطع باستخدام أف برايم سي 28 ميجا باسكال وأف واي 350 ميجا باسكال وأسيوم دي تساوي دي تي. هاي دي تساوي دي تي بعدين إن شاء الله هم أيضاً نشرح لكم إياها في يوم من الأيام. طيب فهسه نجي للمطلب الاول. المطلب الاول اللي هو يقول انه طلع لي الرو بالانس. الرو بالانس احنا عندنا معادله تقول انه الرو بالانس 0.85 بيتا 1 اف برايم سي على اف واي 600 على 600 زائد اف واي. معادله بسيطه جدا ما بيها بس اف برايم سي واف واي والبيتا 1. البيتا 1 هنا احنا اتفقنا ايش قد قيمتها. قيمتها اذا كانت الاف برايم سي اقل من او تساوي 28 ميجا باسكال فقيمتها 0.85 من المحاضره السابقه. بما انه عندنا اف برايم سي هنا 28 ميجا باسكال فايش قد قيمه البيتا؟ قيمتها 0.85. فاجينا طبقنا قلنا الرو بالانس تساوي 0.85 في بيتا 1 اللي هي 0.85 في الاف برايم سي 28 على اف واي 350 600 على 600 زائد 350 طلع لنا قيمه الرو بالانس هي 0.0365. فبهذا نكون طلعنا او خلصنا المطلب الاول. المطلب الثاني انه verify the section if it's over or under reinforcement and if this state is preferable or not. شوف ان هذا المقطع هو over reinforcement لو under reinforcement وشوف ان كذلك اذا كانت هاي الحاله مفضله ام غير مفضله. طبعا هنا قلنا to verify the section if it's over or under reinforcement you need to calculate the actual raw and compare it with the raw balance. طبعا احنا راح نطلع الرو اللي بالمقطع ونقارنها شنو؟ نقارنها ويا الرو بالانس. قلنا اذا الرو اللي بالمقطع اكبر من الرو بالانس فهذا المقطع اوفر رينفورسمنت، اما اذا كانت الرو المجهزه اقل من الرو بالانس فهي هذا المقطع شنو؟ اندر رينفورسمنت. الرو اللي هنا هسه الرو هي شلون تنحسب الرو الاعتيادي بالمقطع؟ الرو هي الاي اس على البي في الدي، صح لو مو صح؟ الاي اس شنو؟ احنا عندنا المقطع ب 4 شاش ابو الانج. ابو الانج مساحه البار الواحد مساحة الشيش الواحد هي 510 ملم مربع. هاي من جدول إذا تحسبها كدائرة مثلا يطلع لك 490 أو 491 ملم مربع. كل الرقمين احنا نقبلهن ونعتقد أنهن صحيحات.
زين. فعلى كل حال احنا عندنا اربع شاش، كل شيش مساحته شنو 510 ملم، فأربعة في 510 تقسيم بي هي 250 الدي 380. فالرول المجهزه بالمقطع هنا ايش قد قيمتها؟ قيمتها 0.02147 الرول حقيقيه. الرول بالانس ايش قد؟ 0.0365. يعني الرو بالانس هي اكبر شنو من الرو اللي احنا حاطيها بالمقطع. هذا المقطع شنو؟ هذا المقطع اذا الرو كانت بي شنو اقل من الرو بالانس، معناته انه هذا المقطع هو اندر رينفورسمنت سكشن، وهذه الحاله هي حاله مفضله. ليش؟ لانه الستيل راح يخضع قبل ما الكونكريت يصير بي كراش، وبالتالي راح يعطينا وورنينج، راح يعطينا تحذير. فاحنا هاي الحاله هي الحاله المفضله. المطلب الثالث انه تشيك الليميتيشن ويا الاي سي اي كود. حتى نشيك الليميتيشن لازم نحسب الرو ماكس ونحسب الرو مينيموم. الرو ماكس ايضا من هاي المعادله اللي تعلمناها قبل شويه، اللي تقول رو ماكس يساوي 0.85 بيتا 1 اف برايم سي على اف واي، 600 على 1200 زائد اف واي. من طبقنا هاي المعادله لقينا انه الرو ماكس قيمتها 0.0224. طيب نجي نحسب بعد شنو؟ نحسب الرو مينيموم. الرو مينيموم قلنا من ذني المعادلتين، من ذني المعادلتين واحدة من اما 0.25 اف برايم جذر اف برايم سي على اف واي او 1.4 على الاف واي. طبعا هنا شوف هنا كان كتبتها شلون، كتبتها اي اس يساوي، هنا كتبتها رو يساوي. كل ما هنالك كان اكو هنا بي ويب في الدي شلتها، واذا اخرت البي ويب في الدي ممكن مكان الاي اس تكتب شنو؟ تكتب رو. على كل حال حسبت الرو مينيموم هنا من معادلتين، لقيت انه من هاي المعادله، هاي المعادله هي الـ هي الكنترول، هاي المعادله لقيت هي المعادله الكنترول بحساب الرو مينيموم، لانه هنا طلع لي 0.0037 هنا طلع لي 0.004. فيا هو الرو مينيموم، الرو مينيموم هو هذا، الرو مينيموم شنو هو؟ هذا 0.004. فالرو اللي عندي المجهزه بالمقطع انا حاسبها من ذيك الصفحه 0.02147، اكبر من الرو مينيموم واقل من شنو؟ واقل من الرو ماكسيموم. يعني الرو بالضبط انا محقق مواصفات الكود اللي يريدها، انه الرو عندي اكبر من الرو مينيموم واقل من الرو ماكسيموم. اذا نقول اوكي اتس ا جود ديزاين. اوكي المطلب الرابع شنو قلنا؟ هذا هوم ورك عليكم، انه يقول كالكوليت ذا كاباسيتي اوف ذا سكشن. هذا المقطع لازم تحسب لنا الكاباسيتي مالته. هذا المقطع يفترض انه احنا من المحاضره السابقه اخذنا اكثر من مثال عليه، وكذلك اعطيناكم اكثر من هوم ورك، فمن الضروري انه انت تكون الان جاهز لحساب ايش قد الام التيميت اللي يتحمله هذا المقطع. اذا كنت ما تعرف تحسب بالام التيميت لهذا المقطع معناته عندك مشكله، اذا قدرت تحسبه معناته انه انت لحد الان متواكب ويانا وجاي تعرف شنو اللي احنا نريده من عندك. المعادلة حطيت هنا، انا حطيت المعادلات اللي تريد تحتاجها بالحسابات مالتك حتى تحسب الام التيميت، واتمنى منكم انه تحسبون لنا اياها. لهنا انا احنا خلصنا من المحاضره الثالثه، اتمنى انه تكونوا استفادتوا منها، اتمنى انه تتواصلون ويانا. ان شاء الله المحاضره القادمه راح ناخذ اكثر تفاصيل عن كيفيه تصميم المقطع، مقاطع الخرسانيه المنفرده في التسليح المستطيلة المنفردة التسليح. شكرا جزيلا لكم، وإن شاء الله نلتقيكم بأوقات أخرى.